نعم صلاح، يعني آخر هذه المستجدات هو استمرار نزف الدماء الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في وسط قطاع غزة. آخر هذه الغارات كانت قبل قليل، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، بالتحديد في مخيم جديد، وكان هذا الاستهداف قد نتج عنه حتى هذه اللحظة، ورد إلينا عدد كبير من الإصابات، ولا زالت الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني تتواجد في المكان وتقوم بانتشال المصابين وتبحث إن كان هناك شهداء في هذه الغارة الإسرائيلية الأخيرة. ولكن سبق هذه الغارة صلاح العديد من الغارات، نتحدث عن 55 شهيد منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة في غارات إسرائيلية مختلفة ومتعددة. كان هناك استهداف اليوم لسيارة على شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح، حيث أن هذا الاستهداف كان قد نتج عنه 6 شهداء وكان عدد آخر من الإصابات. وأيضا كان هناك استهداف لسيارة تتبع لجهاز الدفاع المدني، هذا الجهاز الذي يعمل بأدوات بسيطة وبدائية، وما لديه من آليات وعربات وسيارات هي بدائية وبسيطة جدا وقليلة ومهترئة، نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي يحارب هذا الجهاز كما يحارب كافة قطاعات قطاع غزة، ويمنع إدخال المعدات لهذا الجهاز الذي لا زال حتى هذه اللحظة، رغم أننا نتحدث عن 37 يوما بعد 100 لهذه الإبادة الإسرائيلية، وهو حتى هذه اللحظة يعمل بهذه الأدوات البسيطة والبدائية كما قلنا، ويحاول قدر المستطاع أن يبحث عن المفقودين أسفل المنازل التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصفها دون سابق إنذار أو تحذير. ودمر الاحتلال الإسرائيلي سابقا العديد من السيارات الخاصة لجهاز الدفاع المدني كما الإسعافات والمرافق الصحية والطبية في قطاع غزة. كان أيضا هناك استهداف آخر لمنزل يعود لعائلة خطاب في شارع حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة، نتج عن هذه الغارة أكثر من 25 شهيد وعدد آخر من الإصابات. وأيضا كان هناك استهداف من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، بالتحديد مخيمي المغازي والبريج. كما أن كل هذا الأمر وهذه الاستهدافات صلاح تأتي بالتزامن مع استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا طائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء القطاع، بل بالعكس هي تزداد في نشاطها على مدار الساعة، وهناك أعداد كبيرة من هذه الطائرات تحلق في آن واحد في سماء وسط قطاع غزة كما باقي مناطق قطاع غزة. هذا عن الأوضاع الميدانية صلاح ومتكبده من هذه الأوضاع من خسائر كبيرة القطاع الصحي المتهالك أصلا، والذي كان يشتكي سابقا من حصار إسرائيلي استمر ل17 عام، لتأتي هذه الإبادة الإسرائيلية وتكمل هذا المسلسل وهذا الدور بأن تحاصر هذا القطاع وتمنع إدخال مستلزمات طبية. يدخل مستلزمات طبية إلى قطاع غزة؟ نعم يدخل، ولكن هي قليلة جدا، وكما قالت جهات الاختصاص في قطاع غزة إنما يدخل لي قطاع غزة من مساعدات إنسانية وعلى رأسها طبية هو شحيح جدا، وأبدا لا يرتقي إلى مستوى احتياجات وزارة الصحة ومرافقها داخل القطاع، مع استمرار وجود الإصابات بأعداد هائلة داخل قطاع غزة، خصوصا ونحن نتحدث عن أكثر من 7000 حالة هي تسمى حالة إنقاذ حياة تحتاج للعلاج، ولجد لها هذا العلاج داخل قطاع غزة وهي بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة. بالشق الإنساني صلاح نتحدث عن هذه الغارات الإسرائيلية التي في كل غارة إسرائيلية يكون هناك نازحون جدد، هؤلاء النازحون يحتاجون إلى من يقدم لهم أدنى متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، ونتحدث عن رفاهيات أو مكملات، نتحدث عن أساسيات كالماء والطعام والأغطية والملابس في ظل هذه الأجواء الشتوية الباردة، وأيضا لا تقدم لهم هذه الاحتياجات ليس تقصيرا وإنما لأن هذه الاحتياجات غير موجودة، وإذا أراد أي منهم أن يشتري أو يزود عائلته بهذه الاحتياجات فهو بحاجة إلى مال كبير، وهذا المال لم يعد موجودا في الجيوب. من كان لديه المال فقد نفذ المال على طيلة الأيام الطويلة الماضية، والأسعار المرتفعة جدا في الأسواق واستغلال بعض التجار لهذه الحالة الصعبة. على أي حال هذه الأوضاع الإنسانية في وسط القطاع غزة لا تختلف كثيرا
بل هي على الأسوأ في مدينة غزة وشمالها، عندما نتحدث عن أناس قد وصلوا إلى مرحلة كانوا يأكلون فيها طعام الدواب والمواشي والأعلاف الخاصة بهم، ولكن حتى هذا الأمر قد نفذ والآن يعيشون على الكفاف ولا يوجد ما يغذيهم، بل وهناك الحديث عن العديد من الحالات التي باتت هي في مجاعة كبيرة ومهددة بالموت في مدينة غزة وشمالها، نظرا للحصار الإسرائيلي المفروض على تلك المنطقة ومنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى مدينة غزة وشمالها. أشكرك، شكرا جزيلا لك محمد أبو ناموس مراسل الغد، كنت معنا من دير البلح، شكرا.